الصراحة وايد استمتعت يعني بالخلاف اللي صاير بين زوري أشكناني والكابتن ريما، صراحة تبادلوا سلسلة من الشتائم، كوكتيل عجيب من الشتائم، ولا كأن احنا في رمضان، حسسونا بعيد الفطر أمانة. يبا يعني ايش حق هذا كله؟ عندي مشكلة، باكر ميس قمر مسافرة العراق، بتقعد 5 أيام وترجع، صراحة ما أدري شون راح أصبر 5 أيام. صراحة تعودت على أن تكلمني وأكلمها يوميا، إنسانة وايد عجيبة، بس إن شاء الله تروح وترد بالسلامة، إن شاء الله بترجع لنا الكويت هم بالسلام. مساعد يسألني مي ليش مسلسل الحياة لا نجح حق الفنان الكبير عبد الحسين بعكس حبل المودة والمقاصيص. أنا أقول لك البطولة الجماعية، شوف الحيالة مو بطولة عبد الحسين بروحه، كان معاه المرحوم خالد النفيسي وفخرية خميس وإلهام الفضالة ومحمود بوشهري ومشاري البلام وفنانين وايد، فطبيعي. بس على فكرة أنا أختلف معاك من ناحية مسلسل التندير، لأن التندير نجح أمانة وحقق نسبة مشاهدة. إذا أنت ما شاف مثلا، إذا أنت مو كويتي، لا إحنا بالكويت نجح عندنا بشكل رهيب. مساعد يسألني مي شو رايك في عمل يجمع المخرج محمد القفاص مع الفنانة حياة الفهد، هل تشوفينه راح يكون ناجح؟ أرد عليك يا مساعد وأقول لك فال الله ولا فالك، تبي تطيح حياة الفهد مع محمد القفاص؟ ليه؟ عشان إيه؟ والله حياة الفهد تستاهل يعني مصير أفضل من ذلك، يكفي يعني اللي جه لسعاد عبد الله منه، لا كافي كافي كافي. محمد القفاص يفتقر إلى أسلوب التعامل مع الآخرين، وهذا الافتقاد ما يخليه إنه يحترم الفنانين الكبار، عشان كذي الفنانة الكبيرة سعاد عبد الله التزمت الصمت على إنها تعبر عن أي استياء يالها من ورا محمد القفاص في مسلسل كان في كل زمان، أوكي؟ ولأنها إنسانة محترمة وراقية وبنت ناس. حميد العلي يقول لي مي ليش أعمال محمد القفاص في المرتبة الأولى؟ من قال المرتبة الأولى حبيبي؟ ولا ناجحة ليش؟ نسينا فشل ساق البامبو، بدع فيه، وأخطاء الإخراجية في كان في كل زمان، لا مهني للستار. و بي ام اس تسألني مي في أمل تتصالحين مع لجين عمران؟ وشنو سبب خلافكم؟ ما في أمل ولا أبي أتصالح. سبب خلافنا فقط انها مصلحتي، وهاي شخصيتها الحقيقية اللي تخفيها عن الاعلام بس لا اكثر، لما طاح القناع ما يازت لي. مساعد يسألني مي في عمل راح يجمع سعد الفرعي مع عبد الله السدحان تراثي، هل عندك تفاصيل عنه؟ لا ما عندي تفاصيل. بقوم ازين المكياج واحط راسي وانام،